موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، بلسان عربي مبين. وإنه لفي زبر الأولين، أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل، ولو نزلناه على بعض الأعجمين، فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين. كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، فيقولوا هل نحن منظرون. قال الشيخ السعدي رحمه الله: لما ذكر تعالى قصص الأنبياء مع أممهم وكيف دعوهم وردوا عليهم به وكيف أهلك الله أعداءهم وصارت لهم العاقبة، ذكر هذا الرسول الكريم والنبي المصطفى العظيم وما جاء من الكتاب الذي فيه هداية لأولي الألباب، فقال: وإنه لتنزيل رب العالمين. فالذي أنزله فاطر الأرض والسماوات، المربي جميع العالم العلوي والسفلي، وكما أنه رباهم بهدايتهم لمصالح دنياهم وأبدانهم، فإنه يربيهم أيضا بهدايتهم لمصالح دينهم وأخراهم. ومن أعظم ما رباهم به إنزال هذا الكتاب الكريم الذي اشتمل على الخير الكثير والبر الغزير، وفيه من الهداية لمصالح الدارين والأخلاق الفاضلة ما ليس في غيره. وإنه لتنزيل رب العالمين، يقول: من تعظيمه وشدة الاهتمام فيه من كونه نزل من الله لا من غيره، مقصودا فيه نفعكم وهدايتكم. نزل به الروح الأمين وهو جبريل عليه السلام الذي هو أفضل الملائكة وأقواهم، الأمين الذي قد أمن أن يزيد أو فيه أو ينقص على قلبك يا محمد صلى الله عليه وسلم، لتكون من المنذرين، تهدي به إلى طريق الرشاد وتنذر به عن طريق الغي، بلسان عربي وهو أفضل الألسنة، بلغة من بعث إليهم وباشر دعوتهم أصلا، اللسان البين الواضح. وتأمل كيف اجتمعت هذه الفضائل الفاخرة في هذا الكتاب الكريم، فإنه أفضل الكتب، نزل به أفضل الملائكة على أفضل الخلق، على أفضل بضعة فيه وهي قلبه، على أفضل أمة أخرجت للناس، بأفضل الألسنة وأفصحها وأوسعها وهو اللسان العربي المبين. يزاد على ذلك في أفضل ليلة، وهي ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يقول: وإنه لفي زبر الأولين، أي قد بشرت به كتب الأولين وصدقته، وهو لما نزل طبق ما أخبرت به. يقول: وهو لما نزل طبق ما أخبرت به صدقها، بل جاء بالحق وصدق المرسلين، يعني ما كان فيها من الحق صدقه القرآن، وصدق أنها أيضا من عند الله قبل أن تحرف ويطالها التأويل والتبديل. يقول: أولم يكن لهم آية، أي على صحته وأنه من الله، أي علمه علماء بني إسرائيل الذين قد انتهى إليهم العلم وصاروا أعلم الناس، وهم أهل الصنف، يعني العلم الذي
عرفوا به، فإن كل شيء يحصل به اشتباه يرجع فيه إلى أهل الخبرة والدراية، فيكون قولهم حجة على غيرهم، كما عرف السحرة الذين مهروا في علم السحر صدق معجزة موسى وأنه ليس بسحر، فقول الجاهلين بعد هذا لا يؤبه به. ولو نزلناه على بعض الأعجمين الذين لا يفقهون لسانهم ولا يقدرون على التعبير لهم كما ينبغي فقرأه عليهم ما كانوا به مؤمنين، أي يقولون ما نفقه ما يقول ولا ندري ما يدعو إليه، فليحمدوا ربهم أن جاءهم على لسان أفصح الخلق وأقدرهم على التعبير على المقاصد بالعبارات الواضحة، وأنصحهم وليبادروا إلى التصديق به وتلقيه بالتسليم والقبول. يقول: ولكن تكذيبهم له من غير شبهة إن هو إلا محض الكفر والعناد وأمر قد توارثته الأمم المكذبة، فلهذا قال: كذلك سلكناه في قلوب المجرمين، أي أدخلنا التكذيب وأنظمناه، نظمناه يعني في قلوب أهل الإجرام، كما يدخل السلك في الإبرة فتشربته وصار وصفا لها، وذلك بسبب ظلمهم وجرمهم، فلذلك لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، أي على تكذيبهم، فيأتيهم بغتة وهم لا يشعرون، أي يأتيهم على حين غفلة وعدم إحساس منهم ولا استشعار بنزوله، ليكون أبلغ في عقوبتهم والنكال بهم، فيقولوا: إذ ذاك هل نحن منظرون، أي يطلبون أن ينظروا ويمهلوا، والحال أنه قد فات الوقت وحل بهم العذاب الذي لا يرفع عنهم ولا يفتر ساعة. في الآيات إثبات علو الله عز وجل على خلقه، لأن هذا القرآن نزل من عند الله وهو الذي استوى على العرش سبحانه وتعالى، وفيها إثبات هذا الاسم لله وهو اسم الرب، فهو رب العالمين الذي رباهم بنعمه الدينية والدنيوية. وفي قوله تعالى: نزل به الروح الأمين، ثناء على جبريل عليه السلام، فهو أمين على الوحي يحفظه من التبديل والتحريف والتغيير، كذلك لا يزيد فيه ولا ينقص منه. على قلبك لتكون من المنذرين، فيه إشارة إلى أهمية تدبر القرآن وإصلاح القلب بالقرآن، فقلب خير الخلق وأفضل الرسل صلى الله عليه وسلم إنما صلح بالوحي بكتاب الله عز وجل. وفيه كذلك رسالة لأهل الإسلام إلى لزوم الإنذار بالقرآن، وأن يكون هو الوحي عموما يعني محور دعوتهم، وأن يتحركوا به وينشروه في الناس ويكونوا من المنذرين. وفيه الثناء على أهل اللسان العربي، فهو أفضل وأشرف، هي أفضل وأشرف اللغات على الإطلاق، ولذا نزل بها كتاب الله عز وجل. كذلك فيه بيان صدق النبي صلى الله عليه وسلم، فهو وكتابه مذكور في كتب الأولين لولا ما طالها من التحريف والتغيير، وهي مع ذلك وعلى ذلك فيها إشارات إلى هذا الدين وهذا النبي الكريم وهذا الكتاب المبارك. كذلك في الآيات فائدة مهمة، وهي أن أهل العلم إذا كانوا عملوا بهذا العلم فإنهم يعرفون النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفون صدقه ويعرفون كتابه هذا القرآن العظيم. فيها أيضا إثبات القدر، وأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، فهؤلاء المجرمون إنما استمروا على ما هم عليه بسبب تكذيبهم وإعراضهم، ولذلك زادهم الله عز وجل في الإجرام والإعراض والكفر والتكذيب بسبب ذلك عياذا بالله، وقلب قلوبهم على ما هم عليه لا يؤمنون به حتى يروا العذاب الأليم، وأن العذاب إذا نزل بأهله فإنه لا يرد ولا يرفع عنهم. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.